طيب كيف تعيش موجة الإرهاب الإسلام الإسلاموفوبيا المستشرية في فرنسا اليوم؟ كيف تنظر إليها؟ كيف تفهمها؟ كيف تقاومها؟ يجب أن نعترف أن لهذا جذورا قديمة ومن أيام الصليبيين من الأيام القديمة، لابد من الاعتراف بذلك لكي نرى الأمور بشكل أوضح. ولابد أن نعترف أن النزعات العنصرية في أوروبا لا تزال قائمة، وإن كانت مختبئة أو همشت نفسها بسبب أو بآخر، لكنها موجودة وهي تستيقظ في مناسبات متباينة. لكن يجب أن لا ننسى أيضا أن عند المسلمين سلوكا يوقظ هذه العنصرية النائمة، يعني المسلم لا يعترف بالآخر. في فرنسا هو مقموع، يعني ما حدا سأله ليعترف بالآخر، هو مهمش من قبل الثقافة الإسلامية تريد أن تفرض نفسها حيث وجد المسلمون بدون الأخذ بعين الاعتبار للوسط الذي يحتضنها. يعني المسلم لا ينظر إلى الآخر أيا ولو كان في بيته بوصفه شريكا له، بوصفه آخر مختلف عنه. ألمانيا قالت بصراحة ورفضت أن تمول السعودية الجوامع في ألمانيا، لا نريد من السعودية أن تمول الجوامع. إذا قالت فرنسا مثلا الجامع هو للصلاة فقط وليس ليكون مركزا ثقافيا، ماذا في هذا القول من معاداة الإسلام؟ ماذا يسيء هذا القول إلى المسلمين؟ أنه الجامع مركز للصلاة ونحترمه، لكن ليس مركزا للعمل الثقافي. الثقافي هي لها أمكنة أخرى. طيب لماذا يفسر هذا الموقف عداءً عنصرياً؟